اليوم ان شاء الله غادي نديرو وريده بالشوكولاتة، غنديروها في البيض ان شاء الله، ونديرو الملون احمر. عندنا في المقادير شوكولاتة بيض، العسل والملون. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه. كنديرو في البان ماغي، نحطو الشوكولاتة ديالنا. بسم الله، هو الشوكولاط ديالنا داب لينا. كنديرو واحد البانيو ديال الماء بارد، وكنحطو عليه هاد الكاسرونه، ونزيدو شويه الملون، بغيتو يجي لي احمر نديرو في الاحمر. هو الخليط ديالنا ولا لينا غوز، تقريبا هاد الكميه شي معلقه ونص. غناخدو النصف ديال هاد الكميه، غادي ناخدو هاد العسل، غادي ندير تقريبا ملعقه العسل. هاد العسل هو اللي غادي يجمع لينا الشوكولاط ديالنا. الا لاحظتوا ها هي العجينه بدات كتولي لينا عجينه الشوكولاته، هي بدات كتجانس تجمعات لينا. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه، ودابا كناخدو واحد الميكا ولا بلاستيكه، نديرو بحال هكذا، ونديرو كويرات صغيره، نديرو كويرات صغار هذيك العجينه. هكذا كنديرو بلاستيكه واحده اخرى، كنديروها فوقهم. نبقاو ندفعوهم فوق باش تجي رقيقه لينا. هكذا، ودابا نحيدو هاد البلاستيكة. كنبداو نقسموهم على جوج، كنبداو ناخدو من الصغير حتى الكبير. كنبقاو غاديين بهاد الطريقة حتى كنكملو. ودابا كنمشيو للطرف هاد الاولاني، كندوروه بحال هكا غير بشويه. مع البرد دغيا كتجمد لينا. ها هي بدات كتبان لينا الشكل ديال الوريده. غادي نزيدو كويرات اخرين باش نكبرو هاد الوريده ديالنا نفس الطريقة. نديرو على بلاستيكة، كنقسموهم كيف درنا في الأول. الشوكولا ديالنا دغيا كيبرد، عجينة الشوكولا نديرو ليها بحال هكا. كنكملو على الدائرة اللي عندنا، كنجيو نخرجو هدا على برا باش يبان شكل وردة. نفس الطريقة، نكملو بحال هكذا، نخرجو هذا على برا. هذه
هذا هو الشكل النهائي ديالنا، ديال لي فلوغ ديالنا. وردة بالشوكولاتة جات زوينة، درناها في شوكولا نوار وشوكولا روز. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا ليا جيم وديروا ابوني، اشتركوا في القناة ديالي باش يوصلكم الجديد، وفعلوا الجرس. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلامة.